هذا سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت في غزوة الحديبية، بايعوه على الموت لما إن المشركين أصروا على منع الرسول وأصحابه من العمرة، اجتمع الصحابة وبايعوا الرسول على الموت والجهاد ولم ينصرفوا إلى المدينة. قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. وعدهم سبحانه بالفرج والخير الكثير. نعم.